الاستاذ البحيري وزيد عبد الاسبق والقيادي بحركه النهضه اليوم 30 جويلية احيل على انظار الدائره الجنائيه بالمحكمه الابتدائيه بتونس في قضيه الاعتداء المقصود منه تبديل هيئه الدوله. وكنا استضفنا البارحه زوجه الاستاذه سعيده العكرمي ورئيسه الجمعيه الدوليه للدفاع عن المسجدين السياسيين. اليوم رافع المحامون في الشكل والاجراءات وطلبوا التأخير، كما طلبوا العرض على الفحص الطبي وطلبوا كذلك ترتيب أثر على تقرير الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب، وتم تأخير الجلسة للنظر في الطلبات هكذا حتى نحيط مشاهدين علما بسير المتابعات القضائية. نرجع معكم الدكتور أحمد برقاوي في الجزء الأول، مهم جدا سيطرة اليمين. تعرف تقريبا بعد قبل أسبوع ثم استقرارات كبيرة على أمل صد هذا الطوفان الجديد، طوفان اليمين المتطرف في أوروبا، ولكن عبثا حاولوا الدورة الأولى باحت بأسرارها، واليمين يفوز تقريبا بنسبة 34% وحزب ماكرون الثالث واليسار جبهة شعبية الثانية. قراءة سريعة أولا في هذه النتائج، نتائج الدورة الأولى لانتخابات فرنسا أستاذ برقاوي. طبعا كملاحظ كمراقب للساحة الفرنسية كنا ننتظر، نعم كنا ننتظر فوز اليمين المتطرف وبهذه النسبة، لأنه نعرف أن اليمين المتطرف استطاع أن يكون في الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية 2017 و2022، ثم أن اليمين المتطرف فاز أيضا في الانتخابات التشريعية وكان الحزب الثاني بعد حزب ماكرون حزب النهضة لا رينيسانس، وفي هذه الانتخابات أيضا الانتخابات البرلمانية اكتسح النتائج المعلن عليها وأصبح الحزب الأول قبل الأحزاب التقليدية. لكن أريد أن أعرج لماذا هذه الصيرورة والنسق التصاعدي لليمين المتطرف. طبعا خلال أقول الحقبة الفارطة للرئيس فرانسوا ميتيران الذي كان له مساهمة في تقديم هذا الحزب المتطرف لإضعاف اليمين التقليدي، ثم جاء جاك شيراك واستطاع أن يتصدى لهذا اليمين المتطرف، ثم ساركوزي ففرانسوا أولاند، كل هؤلاء كانت عندهم القدرة على التصدي لهذا الزحف لليمين المتطرف. لكن للأسف الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون أخطأ في شيئين أعتقد. نعم. الأولى أنه إيمانويل ماكرون الذي كان وزيرا للمالية في رئاسة فرانسوا أولاند ثم استقال وقام بحملته على إبعاد الأحزاب التقليدية وإضعافها، وهي الحزب الاشتراكي والحزب الجمهوري، إضعافهم مثل ما وإن كانت المقارنة صعبة مثل ما فعل قيس الرئيس التونسي وهو يريد أن يقدم نفسه من غير أحزاب. فإيمانويل ماكرون أضعف الديمقراطية في فرنسا، أضعفها، لأنه لما نستهدف الديمقراطية ترتكز أساسا على تنوع الأحزاب، فلما يقع إضعاف الأحزاب تضعف الديمقراطية. نعم. فإيمانويل ماكرون ساهم في إضعاف الديمقراطية بإضعاف الأحزاب التقليدية، ثم قام بالتصدي أولا للاحتجاجات الاجتماعية المطالبة بتحسين المعاش وهو لجيلي جون القبعات الصفراء. ليش القبعات هي الصدريات؟ الصدريات الصفراء. نعم. وكانت هناك للأسف نوع من الغطرسة على الشارع الاجتماعي. الخطأ الآخر أن خلال الحقبة خلال حكم رئاسيات إيمانويل ماكرون قام أيضا بخطأ آخر مما ساهم في صعود هذا اليمين المتطرف بشكل واضح، وهو استهدافه للجالية المسلمة أو المسلم في فرنسا. لما صرح قال تكلم على بما يسمى الانفصال الإسلامي لو سيباراتيزم مسلمون، وكأن المسلمين خوف الفرنسيين، وقع تخويفهم، قال أنه المسلمين في فرنسا سيقومون باستقلال
ياخذون دوله لوحد. السيباراتيزم هو الانفصال، الانفصال للاسلام او المسلمين في فرنسا، وهذا خطير جدا. ثم استهدف ايضا الرسول عليه الصلاه والسلام وقال في تصريح له ان الاسلام لا يستطيع ان يندمج في مع مبادئ الجمهوريه الفرنسيه. لماذا ذكرت هذا الموقف الرئيس الفرنسي؟ لأنه كان يظن الرئيس الفرنسي ووزير داخلته أن يستقطب هذه الشريحة من الفرنسيين الناخبين الفرنسيين من اليمين المتطرف أو اليمين اليمين العادي، فوقعت نتيجة معاكسة عكسية، أن هذه الشريحة لما وقع تخويفها من المسلمين ارتمت في أحضان اليمين المتطرف، وسميتها هذه الأيام سميتها لا كوبي أوريجينال، النسخة الأصلية. يعني هؤلاء الفرنسيين عوض أنهم يلتحقوا بالرئيس الفرنسي ومشروعه قالوا نحن نرجع إلى نمشي إلى اليمين المتطرف الذي طبعا له موقف متطرف جدا تجاه الجالية المسلمة تجاه الإسلام في فرنسا. هذا ما أردت سؤاله الدكتور برجاوي، المتابع على الأقل في الزيتونة ماذا يعني اهتمام بهذا الموضوع؟ ما معنى سيطرة اليمين في أوروبا في انتخابات البرلمانية وأساسا في فرنسا؟ هذه طبعا هذه السيطرة ربما في بعض الأحيان كقراءة موضوعية من غير عاطفة طبيعية أصبحت ليه؟ لأنه بعد إخفاقات بعض الحكومات في الاستجابة لمطالب الشارع الفرنسي الإيطالي الألماني في بلجيكا أصبح الثاني أيضا في بعض البلدان في هولندا نعم في هولندا نعم. فبالتالي إذا الشارع لم يجد ما يطلبه من الحكومات التي تحكم بالتالي يلتجأ إلى إلى اليمين المتطرف حتى يعبر عن سخطه. تبعات هذا اليمين، تبعات المتطرف صعود اليمين للعرب والمسلمين، هذا اللي يهمنا. تبعات، شوف سيدي الفاضل، طبعا هناك تقارير توثق أن اليمين المتطرف يتوعد، أقول هذه الكلمة وأزينها، يتوعد المسلمين والإسلام في فرنسا، وهذا خطير جدا. وفي حتى تقرير كيف سيقع، وكأنها نوع من، لا أخيف الناس حتى ما، لكن نوع من التجني على المسلمين في فرنسا، هم مواطنين. بالتالي التبعات ستكون داخلية مثلا على الجالية المسلمة التي هي شرعية، وجودها شرعي وقانوني ودستوري، ثلاثة على ثلاثة أصعدة، فهي لها الحق في المواطنة الفرنسية. حتى هؤلاء سيستهدفهم اليمين المتطرف. أما الذين ليس لهم وثائق الإقامة فسيقع طبعا إبعادهم من فرنسا نحو بلدانهم الأصلية. بالتالي هذا على مستوى داخلي. ثم أنه توعد أنه سيلغي الحجاب من يقول سيقع تجريم، يعني تجريم ارتداء الحجاب، ارتداء الحجاب سيقع إلغاؤه في المواقع العامة في الفضاءات العامة. ولكنه واقع الآن دكتور برجاوي، هو الآن في التلمذيات على الأقل ممنوع، أليس كذلك؟ أي ثم إرهاسات داخل المعاهد، لكن ليس هناك منع لارتداء الحجاب في الفضاءات العمومية. لكن هو في برنامجه لليمين المتطرف يريد انتغدير، سمحني في الكلمة، يمنع سيمنع ارتداء الحجاب حتى في المترو، في المرأة المسلمة لن تستطيع ارتداء حجابه، وهذا يعتبر مؤشر خطير جدا. هذا في مشروع كومباتر ليزيدولوجي إسلاميست، هذا المشروع متاعهم؟ هو سموه سيد الفاضل، وملاحظتك في محلها ولها من الأهمية الكبرى، أنه جعل عنوان الآن في الدور الثاني، جعل حتى يفوز على الشق اليساري المعتدل، قال أنه هؤلاء الفرون بوبيلار، الجبهة الشعبية الجديدة برئاسة ميلونشون المناصر للقضية الفلسطينية، حتى نعم. يعرف المشاهد لقناة الزيتونة كل هذه الحرب على حزب فرنسا الأبية وعلى رئيسها جون لوك ميلونشون، لأنه وقف إلى جانب أهالي غزة، إلى جانب الشعب الفلسطيني، ووعد أنه لو يفوز
سيطالب سيعترف بالدولة الفلسطينية. بالتالي الآن ماذا فعل الحزب المتطرف اليمين المتطرف؟ يعني يحاول أن يكرس هذه الصورة، أنه جعل ومزج بين ما سماه الإسلاموغوشيست. الإسلاموغوشيست يعني اليسار الإسلامي، يعني العقل الديمقراطي في فرنسا والألماني الأصل لا يستسيغ هذه الجملة ولا هذا الشعار، لكن للأسف هناك أعلام يكرس في أذهان الناس الفرنسيين والمواطن العادي الفرنسي هذه الكلمة، مثل ما وقع في تونس على العشرية السوداء الأعلام. نعم. فبالتالي هناك تكريس في مخيلة المواطن الفرنسي العادي على أن اليسار هذا هو مزيج من الإسلام واليسار، الإسلاموغوشيست. يعني أنا لا أستطيع أن أقبلها، لكن هناك اشتغال كبير حتى يخيف الشعب الفرنسي من انتخاب. هو السادة المشاهدين يتفاعلوا معنا على اليوتيوب، نشكرهم، والفيسبوك يقول لي حسين ايش دخلنا في الخارج، رأى الموضوع هذا في صميم. عندنا جالي دكتور برقاوي، احنا قديش التوانسة خارج تونس؟ تقريبا زملين. اي نعم زملين في الخارج، لكن في فرنسا لوحدها ما يقارب 1,100,000. نعم، على صلة وثيقة. يعني الموضوع على وصيلة وثيقة، وربما هذا اليمين المتطرف لو استطاع أن ينجح وهو في طريق ربما مفتوح، هو نسخة مكررة مع عينيناه، وما يقلد مع عينيناه نحن العرب. أبخل معنا دكتور برقاوي، مشكور جداً.